السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الإيطالي وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم الاثنين 12/2023 واختام الجولة 7 من الدوري الإيطالي. اليوم ساسولو خسرت من مونزا 0-1، عندنا تورينو تعادلت أمام هلاس فيرونا 0-0، وفيورنتينا فازت على كالياري 3-0. طيب بالنسبة لبداية الجولة السابعة، الجولة بدأت يوم السبت الموافق 30/9/2023. ليتشي خسرت من نابولي 0-4، ميلان فازت على لاتسيو 2-0، سالرنتانا خسرت من انتر ميلان 0-4. يوم الأحد 1/11/2023، بولونيا فازت على إمبولي 3-0، أودينيزي تعادلت أمام جينوا 2-2، أتلانتا تعادلت أمام يوفنتوس 0-0، روما فازت على فروسينوني 2-0. خلينا نتعرف الآن على ترتيب فرق الدوري الإيطالي، ثم نتعرف على ترتيب الهدافين بعد نهاية الجولة السابعة. إنتر ميلان في المركز الأول 18 نقطة، العلامة الكاملة. ميلان المركز الثاني 18 نقطة، نابولي المركز الثالث 14 نقطة، يوفنتوس المركز الرابع 14 نقطة، فيورنتينا المركز الخامس 14 نقطة، أتلانتا المركز السادس 13 نقطة، ليتشي المركز السابع 11 نقطة، بولونيا المركز الثامن 10 نقاط، فروسينوني المركز التاسع 9 نقاط، تورون المركز العاشر 9 نقاط، ساسولو المركز 11 9 نقاط، مونزا المركز 12 9 نقاط، روما المركز 13 8 نقاط، جينوا المركز 14 8 نقاط، هيلاس فيرونا المركز 15 8 نقاط، لاتسيو المركز 16 7 نقاط، اودينيزي المركز 17 4 نقاط، سالرنتينا المركز 18 3 نقاط، امبولي المركز 19 3 نقاط، كالياري المركز 20 الاخير نقطتين. ترتيب الهدافين متابعين الكرام، في المركز الاول لاوتارو مارتينيز لاعب انتر ميلان سجل 9 اهداف، في المركز الثاني فيكتور اوسيمين لاعب نابولي سجل 5 اهداف، في المركز الثالث اندريا بينامونتي لاعب ساسولو سجل 4 اهداف، وديمروكو بروردي لاعب ساسولو، ودوشان فلافيتش لاعب يوفنتوس، وفيدريكو تشيزا لاعب يوفنتوس، ونيكولاس غونزاليز لاعب فيورنتينا، واوليفي جيرو لاعب ميلان. وخلينا نتعرف الان على ترتيب صناعه الاهداف. في المركز الاول ماركوس تورام لاعب انتر ميلان صنع 4 اهداف، في المركز الثاني اندريا بيلوتي لاعب روما صنع 3 اهداف، وفيليبي اندرسون لاعب لاتسيو، وفيدريكو دي ماركو لاعب انتر ميلان، والفريد دانكان لاعب فيورنتينا، وجيرمي تولجان لاعب ساسولو، وكفراتسي خيليا لاعب نابولي، ومارتن ديرون لاعب اتلانتا، ومارتن لاعب جينو، واوليفي جيرو لاعب ميلان، ورافيليا لاعب ميلان ايضا. اشترك في القناه وفعل زر الجرس لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.